ومن مجمع الاستوديوهات الرقمية بوزارة الإعلام بمحافظة مسقط ننتقل بكم مشاهدينا الكرام الآن إلى ولاية الدقم بمحافظة الوسطى وحديث حول رحلة انتقال وتخيل من المستقبل من خلال فعالية أمد. هذه الفعالية فعالية أمد الدقم 22 مختبر الشباب، تفاصيل جدا شائقة حول مختلف الفعاليات والمناشط والبرامج التي ستستمر من 25 إلى 3 ديسمبر إن شاء الله تعالى، بوجود الدكتور من عندنا في ضيفنا الكريم الدكتور سعيد بن خليفة القريني رئيس اللجنة الإشرافية لفعالية أمد 22. مرحبا وسهلا دكتور، وإحنا جدا سعداء بوجودك اليوم معنا في أهلا برنامج وسهلا. الصباح والصباح خير. حياكم الله أخي. أهلا وسهلا، صباح النور والسرور. مرحبا، أحييكم من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. أهلا وسهلا. نعم دكتور، مباشرة أيضا من خلالك نتعرف ومع المشاهد الكريم حول هذه الفعالية وفكرة إقامتها. نعم، الفعالية الشبابية أمل الدقم 2022 هي النسخة الأولى من هذه الفعالية، والتي هي عبارة عن مختبر تجريبي مصغر لطموحات الشباب، تحتضن أفكارهم وابتكاراتهم وأعمالهم الفنية والموسيقية ومختلف الأعمال المرتبطة بالفن والاستدامة والابتكار. جاءت فكرة هذه الفعالية لإتاحة بيئة خصبة للشباب العماني من أجل تبادل المعارف والمهارات والتقائهم في مكان واحد، وإخراج أعمالهم إلى الجمهور وإلى زملائهم المختصين في ذات الجانب، وكذلك لإتاحة الفرصة لهم للالتقاء بمكونات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتعرف على الممكنات التي تتيحها المنطقة لهؤلاء الشباب من خلال تمكينهم في تجارب مشاريعهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وكذلك الاطلاع على التجارب الموجودة في المنطقة من خلال المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تتيحها المنطقة لهم كفرصة للاطلاع إليها، إلى جانب الكثير من حلقات العمل المصاحبة لهذه الفعالية التي ستتيح تبادل التجارب والخبرات بين الشباب الذين سبقوا زملائهم في الحصول على الكثير من المهارات والمعارف ووصلوا إلى مراحل متقدمة في أعمالهم وابتكاراتهم، وبالتالي نقل هذه المعرفة إلى أقرانهم. نعم طيب دكتور سعيد، يعني هناك في تنوع في الفعاليات والأنشطة التي ستقام بإذن الله في ملتقى أو فعالية أمد الدقم، ولكن أنا سؤالي لماذا تم اختيار ولاية الدقم لإقامة أيضا هذه الفعالية؟ نعم، كما تعلمون المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هي منطقة اقتصادية تمتد إلى 2000 كيلومتر مربع في المساحة، تحتوي على الكثير من المشروعات المتنوعة في مختلف المجالات كالصناعات التحويلية وأيضا مجالات السياحة والأعمال اللوجستية وإلى آخر من الأنشطة الاقتصادية الأخرى. تحوي المنطقة على منطقة تجارب للذكاء الاصطناعي تصل إلى 18 كيلومتر تم تخصيصها للمبتكرين لتجربة أعمالهم واختبارها في هذه المنطقة، وهناك أيضا مدارج للطائرات المسيرة عن بعد والتي تعد من أوائل التجارب التي دخلت إلى هذه المنطقة، إلى جانب تجارب أخرى متعلقة بالعديد من التقنيات الأخرى. كل ذلك كان لابد من إتاحة الفرصة لهؤلاء الشباب وإقامة هذه الفعالية تمهيدا لهم للاطلاع على هذه الفرص والاطلاع على هذه الأعمال الموجودة في المنطقة والتعرف على مدينة المستقبل وهي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الممكنة لهم ولمشروعاتهم، وكذلك تتيح فرصة أيضا للشباب العماني للالتقاء بهذه المشروعات العاملة في المنطقة وتبادل الخبرات معهم وترويج مشروعاتهم وأعمالهم التي شهدناها خلال اليومين الماضيات، وهي أعمال في الحقيقة مميزة وتستحق أن تظهر إلى الجمهور بالشكل المناسب، ويستحق هؤلاء الشباب أن تتاح لهم مثل هذه البيئة أمل الدقم 2022 بما احتوتها أيضا من أهداف ومكونات لتتيح لهم الفرصة من أجل إخراج كل ذلك إلى العالم وتبادل أيضا المعارف سواء فيما بينهم البين أو حتى مع المشروعات العاملة في هذه المنطقة.
نعم. طيب دكتور، ايضا من خلالك بما انه الانطلاقه كانت 25 نوفمبر وراح يستمر ان شاء الله تعالى الى 3 ديسمبر، حتى اللحظه كيف لامستم فعلا الاصداء والتفاعل من قبل افراد المجتمع؟ نعم. وكذلك ايضا الحضور والاقبال ايضا لزياره مختلف الفعاليات والمناشط والبرامج المصاحبه والمرافقه. نعم، حقيقة لاحظنا إقبال كبير منذ اليوم الأول لانطلاق الفعالية الشبابية. هناك حقيقة حضور وصل خلال اليومين الماضيات إلى ما يقارب 4000 زائر إلى قرية أمد الدقم 2022، وهي عبارة عن قرية متكاملة تصل إلى مساحتها إلى 500 متر مربع، تحتوي على الكثير من المحتويات، منها أماكن التخييم وفرص أيضا الالتقاء بورش العمل ومختبرات التغذية والفعاليات الرياضية والترفيهية ورياضات البادل ورياضات وسباقات السيارات المسيرة عن بعد، سباقات الدراجات أيضا الكهربائية، إلى جانب المسرح الذي يحيي الكثير من الأعمال الفنية والموسيقية بشكل يومي، والكثير من الفعاليات الأخرى التي تخاطب طموحات الشباب. وحقيقة شهدنا إقبال كبير وتفاعل من قبل الشباب، ونرى أيضا اليوم صباح اليوم الباكر الكثير من الزوار سواء عن طريق عبر مطار مسقط مطار الدقم عذرا وطريق شركة مواصلات، كثير من الزوار يدخلون إلى المنطقة، وبالتالي حقيقة أمر يعني يدعو إلى الفخر بهذا الشباب وبما قدموه من أعمال استطاعوا أن يوصلوا من خلالها إلى الجمهور وشد انتباههم زيارتهم، وبالتالي تشجيع وتحفيز لهم نحو التطور والاستفادة من الممكنات الموجودة أيضا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، نحو أن تتحول هذه الأعمال الموجودة حاليا في أمد الدقم إلى مشروعات تجارية وأعمال تخدم هؤلاء الشباب بإذن الله. نعم، إذن هي الدعوة عامة للجميع وفرصة أيضا للاستمتاع بهذه الفعاليات المقامة في ولاية الدقم. شاكرين لكم جهودكم الدكتور سعيد بن خليفة القريني، رئيس اللجنة الإشرافية لفعالية أمد 22 وبالتحديد في ولاية الدقم. إذن مشاهدينا الأحبة، ناوي إن شاء الله أنك تزور هذه الفعاليات وتتعرف عليها عن قرب بإذن الله تعالى إذا سنحت الفرصة مباشرة إلى الدقم بإذن الله. استمتع بالأجواء الطيبة. هكذا مشاهدينا الأحبة وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، والتقانا بإذن الله سيتجدد غدا في محطات ومساحات متنوعة. أتمنى لكم نهار سعيد وممتع، إلى اللقاء. كل الأوقات الهانئة لنا ولكم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم في الغد في أمان الله.